السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، كيف حالكم؟ كل شيء بخير، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وفي خير أنتم والأسر ديالكم. مرحبا بكم، هذا إن شاء الله الدرس الأول ديالنا في اللوجيسيال ديال بوير بوينت. هذا اللوجيسيال هذا كنا اتفقنا آخر حصة باش إن شاء الله هو اللي غادي يعني نباشرو. من بعد ما شفنا الوورد وشفنا الإكسل، جا الدور اليوم على البوير بوينت. هذا اللوجيسيال اللي هو البوير بوينت يختلف على الوورد وعلى الاكسل في المهام اللي هي تعطاتو. الهدف منه هو لا بريزونطاسيون اسيستي بار اورديناتور. اش نقصدو بلا بريزونطاسيون اسيستي بار اورديناتور؟ المقصود بها هو الا عندك شي عرض او الا عندك شي فكره بغيتي توصلها لواحد البوبليك، لواحد المجموعه ديال الناس، عن طريق عرض باستعمال الفيديو بروجيكتور او لشي وسيله اخرى من وسائل العرض اللي هي حاليا موجوده في السوق، كنضطروا اننا نحولوا المحتوى اللي عندنا في الوورد او في الاكسل كنحولوه للبوير بوينت. هاد البوير بوينت فاش كنحولو ليه المحتوى اللي يقدر يكون تكست، يقدر يكون ايماج، يقدر يكون فيديو، يقدر يكون لوسون، صور، دي شيما، جرافيك، كاع هداكشي اللي تقريبا خدمناه في الوورد ممكن اننا نحولوه ليه، ولا حتى اللي في الاكسل نقدرو نحولو ليه. كندمجو ما بين المحتوى اللي في الوورد واللي في الاكسل وكنحطوه في وسطو. من طبيعة الحال فاش كنعمرو هو من طبيعة الحال بالمحتوى ديالنا، كندوزو للمرحلة الثانية واللي هي الاساس ديالو اللي هي الانيماسيون. من طبيعة الحال الانيماسيون هي الطريقة باش غادي تعرضو هادوك المعلومات. ولتذكير فقط بالنسبة للبوينت بوينت راه ماشي الهدف منه هو نشدو التكست ونحطوه فيه، لأن كاين بعض الإخوان دابا في دوزيام راني أولا حتى في البخوميير اللي هما مقبلين إن شاء الله على لي زيكسبوزي والعروض وغادي يحتاجوه وغادي يستعملوه، ولكن مخصهمش يعني ياخدو لو التكست كامل ويحطوه في وسط البوينت بوينت. البوينت بوينت هو فقط كنقدمو فيه يعني العرض من خلال عرض بعض النقط، وتيبقى الشرح لهداك السيدة ولا داك السيدة اللي غادي تقدم العرض. إذن أول حاجة غادي نبداو بها كما تعودنا هي من طبيعة الحال تشوفو لاكسي لهذا اللوجيسيال منين كنجبدوه. بيان سور هو كاين في مايكروسوفت أوفيس. كنمشيو ل ديماري تو لي بروغرام، ملي كنمشيو تو لي بروغرام كنقلبو على مايكروسوفت أوفيس. مايكروسوفت أوفيس فوالقينا كنفتحوه كنلقاو لي لوجيسيال أوفيس أكسيس إكسل أنفوبات أوتلوك باور بوينت بيبليشن. دونك حنا بغينا البوير بوينت وباش يكون قريب لينا ما علينا الا نكليكيو عليه باليمن ونمشيو لأونفوي فيغ كريي ان راكورسي سوغ لو بيرو كما درت انا قبل. فوالا هذا هو الراكورسي ديالنا ديال البوير بوينت. دونك دابا ما علينا ندير دوب كليك باش ندخل ليه. كيف ما كتشوفو كيعطيني هاد الواجهة هادي. كاين بعض الإخوة اللي ديجا تعاملو معاه شيئا ما، كاين الناس اللي أول مرة غادي يدخلو ليه. هو بسيط جدا، كيتكون ديه باج عند دابا الحالي.